بعض اسمه بعض الذنوب وبعض المعاصي صعبه عليه تو يتوب منها ويرجع فيها وما الى ذلك. نقول لا تعجز عن التوبه ولو رجعت في اليوم 100 مره، لا تعجز عن التوبه. لا تنسى ان لك اله يرغبك، ومهما وقعت في الذنب اذا عندك صدق في الرجعه اليه، مهما ابتليت في الرجعه ثانيه وثالثه فيرى صدقك ويخلصك بعد ذلك. اليوم بكره بعد بكره بعد شهر بعد شهرين على قد صدقك ما هو يخلصك، لكن انت لا تقطع صلتك، لا تقول تصدق عدوك تقول خلاص انا اللي ما فيه فايده خلاص الامر اللي كنا واقع فيه وبستمر فيه. لا لا لا، هذا يضحك من قبل النفس والشيطان عليك مشان يقطعونك عن هذا الاله. انت مرجع لي وتقول وفقني ولا اعود، لو عدت ارجع وانت تقول بعدها لا اعود اصلي ما يرى صدقك مرتين ثلاث أربع قال أكثر.